فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث الذباب: هل يجب على الإنسان أن يغمس الذباب ثم يشرب، أو يجوز له أن يريق ذاك الشراب؟ يكره أنه يريقه، ليش يتلف المال ويتلف الشراب؟ هذا لا يجوز، وهذا يدل على أنه ما يقنع بالحديث، ما يصلح هذا، هو بلازم يشربه ويخليه بس يستعمل غيره. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.